يو واتساب، معكم الرامديكس في فيديو جديد. سمعت الدراري كنت هطلع لكم كندير فيديو في السيمانه بالروج، ولا كنكون مشغول صراحه ما مشغولش كنعكز، ولكن اسمحوا لي. قبل ما نبداو الدراري دوز عند الانستغرام، هذا هو الانستغرام ديالي، غادي نقول لكم سولوني وندير كيو اند اي فهادشي ان شاء الله. وبزاف ديال الدراري كيتفرجوا وما دايرين سبسكرايب، ديروا سبسكرايب. علاش كتساينا زعما دير سبسكرايب؟ وبلا ما نطول لكم الدراري، خلينا نكملوا ستوري. اخر حاجه قلناها في لاست فيديو هي انني مولين الدار عرفوني انني سقطت وكنت مسافر. صافي الدراري كملت ديك السفر عادي، دوز شي 3 ايام ورا داكشي رجعت غير انا وخويا، وخليت مولين الدار مسافرين، رجعت انا وياه هانيه والله ثانيه. صافي الصاد داز ديك 3 شهور بالزربه فهمتيني، جات القرايه عاوتاني. صافي الصاد فاش كتسقط فشي مدرسه السبب من المدرسه، انا خويا سقطت من المدرسه ماشي انا اللي سقطت، المدرسه اللي سقطوني خصني ننتقل. قلت له والدي انا راه ما نقراش في ديك المدرسه، قال لي لا غادي تقرا فيها، ما صافي ما عندك بلا ما تبدل تما راك عارف كل شيء. قلت لا انا ما نقراش ديك المدرسه. بقيت كنقلب على الانتقال الصاد، عاد شحال قلبت على ديك الانتقال والله ما لقيتو الصاد. صافي كل نهار بغيت كل نهار كنمشي كنقلب على الانتقال في المدرسه، الوالد كيشوف معارف ما لقيتش انتقال بالرجوله. واحد الدري كنت سميتو عثمان اللي دابا صاحبي صاحبي ولا عشيري ديال بصح، كنت عرفت عليه في السيدراكيه. فاش كنت كندوز السيدراكيه كنت ديجا هو كنشوفو في المدرسه فهمتيني، كنشوفو في الليسي في السيدراكيه، وليت كنتلاقى به كنخرجو كنريحو مشي ماده، كنبقى مريح انا وياه. تعاشرت انا وياه شويه شطلاليس، لقيت جيت معاه هو قال لي راك جيتي معايا، قالها لي كانت عند المرتيك دوينه في واتساب، قال لي راك جيتي معايا بلا ما تنتقل صاحبي، خليك معايا نقراو هاد العام ان شاء الله نشدو الباك بشي بون نوط. صافي الدري بدا كيزعمني، كنقول ليه الساط لا لا غنتاقل انا ما نقدرش نقرا في المدرسه. الساط هو راه دارو مع المدرسه، انا صاحبي راه كنسافر بيكالا عادش نوصل لديك المدرسه. صافي قنعني ماش كيدار قنعني، ماشي الصراحه قنعني هو، ولكن انا في التالي قنعت راسي قلت صافي الساط بلا من نتاقل. صافي قريت تمايا، جا معايا في القسم، جاو شي دراري انتقلوا لعنا كانوا معرفه قديمه تا هما جاو المدرسه جاو القسم. صافي يعني والله ثاني صافي كيف ديما داك الشهرين الاولى بنادم كيجي ما كيجيش فهمتيني، يلا كتقد الامور ما كتحسك تلقى الامتحانات بداو. كانت عندنا نبدا لكم مواد كامل التربيه الاسلاميه، كان عندنا واحد الاستاذ فهمتيني عادي فهمتيني ما ضريف عادي بيس. العربيه واحد الاستاذ الصاد فهمتيني، متعرفه واش كضحك ولا كتبكي، ما كيتحرك ولاش الملامح دوجا، تقدر تكون كتكركر بالضحك وكدير فيك وهي كضحك ما كدير منع. الفرنسي جابوا لنا واحد الاستاذه حامله، يلا بدينا نقراو الفرنسي مشات. صافي عاوتاني ولينا شفنا ثالث ثالث العام، جابوا لنا واحد الاستاذه حمقه في بلاصتها والله الا حمقه الصاد، ما عرفتش كتكون كتصحح الاوراق تتلوح كلشي ما عرفتش. المات الصراحه جابوا لنا واحد الاستاذ، اول عام نحس براسي كنقرا المات فهمتيني، استاذ ضابط القياس مات، يحط لك شي تمرين خصك تخدمو كيبقى يدور فهمتيني، كيبقى يدور عليك يشوف التمرين. ما كنتش كنخدم المات من نيتي ديك الاستاذ والله ولا كيعجبني المات، ليك شي كتفرج في هاد الفيديو الاستاذ والله حتى كنبغيك انا. وخاصه كان حاضينا غير انا واحد الدري في القياس، انا واحد الدري فهمتيني كيحط شي حاجه صعيبه في السبوره تيشوف فيه اسامه عثمان، انا وعثمان انا وديك الدري عثمان وسامة وعثمان حنا اللي كاينين في ديك القياس. تريح حط لي معادله من الدرجه 90 كتقول لنا تصوبها تريح. الفيزيكا الساط انا عاد جايكم واحد استاذه الساط، ما انت ما عرفتش لحد الان واش خايبه ولا زوينه فهمتيني، هي والكانه ديالها كنت عند الكانه ديك الساعه طالع على المورا اللي تعامل معاك مزيان فواحد الساده بشكل. المهم انا جاي لكم واحد البلانات وقعوا غير كدير الفرزيات بزاف، والاس في تي كانت عندي واحد الساده ظريفه فهمتيني، جب لي قود قود الساط اقرا قرا ما تقرا سير الله يعاونو تجري عليك من القسم، ولكن ظريف انا كنت عزيز عليك عزيز علي الاس في تي، انت تبغيني ديك الساده والله انا عارفه كتبغيني واخا ما كتبينش هذا الشيء والله. والانجليزي الساد العام اللي داز كان عشيري، ولكن زاد ولا عشيري هذا العام فهمتيني، عيطنا انا وديك الدراري حيت ديك الدري كان كيقرا عنده عثمان، قلنا سقطوا كدا كدا قلنا هاد العام تزيروا راسكم. الساد اصلا كنا حنايا الدراري اللي شادين مع الساد في اللونغ بروج، ولكن نريحوا معاه تنبقاو حنا اللي كنسبيكو معاه فهمتيني نورم سين بربر. صافي يعني جاو الفروض، دوزنا ديك الفروض الاولى مزيان فهمتيني، الساط ديك الفرد بالفيزيك، الفيزيك كنت خادم مزيان واخا كنجمع، قلت هاد العام ما غاديش نبقى نجمع عليا الساط، غادي نبدا نخدم نفس البلان داكشي اللي كنديرو العام اللي فات، عاوتاني كنجمع الدروس. نهار الاربعاء عندي فرد، ليلة ديال الثلاث جامع شي اربعة دروس الفيزيك، اجي ولدك خدام الساط. صافي مشينا دوزنا ديك الفرد، انا مدوز مزيان الساط فهمتيني والله حتى كنت خادم. فاش جاو لي لقيت هاد النقاط لقيت راسي جايب 12 ونص، شي مكلخين الساط كنلقاهم جايبين 20 18 الساط، شنو هادشي شنو هادشي؟ قلت فهمتيني ما عارفش الدري صاحبي عثمان جاب توا شي 12 ولا 13 فهمتيني، بقى فينا الحال بالروج كلشي مدوز مزيان فهمتيني ما عرفتش. المهم انا جايكم في الهضره، عاوتاني جا المات ما جبتش فيه مزيان واقيلا ما عقلتش. المهم دوزنا الشيء الاخر اغلبيه مزيان، ماشي ما جبتش مزيان المهم شويه كوميم. في الفيزيك كنت كنجلس غير انا وواحد الدري في الثالث القسم سميتو نبيل عشيري، تا هو عشيري ما كنتش كنشوفو المدرسه تا قرا معايا ولا عشيري، وليت كنجلس انا وياه في الفيزيك الله حنايا التالين، تا
ديك الساعه فهمتيني تتحضينا غير حنا ما تدير والو تقول لك انت سيدي انت مخلقني انت بغيتك اخويا تخرج فهمتيني واخا ما كانتش كتخرجنا كنا كنبغيوش نخرجوا ولكن كانت حاضيانه حنايا ولكن كانت قضريفه فهمتيني هي مازال عزيز عليها تلعب هاد الساده ما لعباش في صغرها في عمرها يلا شي 26 عام فهمتيني مازال باغا تلعب تخرج تلاميذ تلعبوا غمايضه ما تكرهش ديك الساده عندها واحد التعامل ديال الدراري الصغار فهمتيني تقبط معاك الضد عزيز عليها تقبط معاك الضد وتثبت وياك فهمتيني جاوبتيها ناري ناري الحصه كامله بعد اول حاجه كندخلوا عندها واحد نص ساعه كنبقاو مريحين فهمتيني الساده كتنوض تتكتسلم على البنات عندها لي زارت كور كيجيبو معاها كتجيب معاها واحد خمسه ديال البنات فهمتيني كدينهم بحال هكا تتم جايباهم معاها صافي واحد النهار الصاط دوزنا شي فرد واحد اخر عندها عاوتاني كتلقى بنادم جايب 20 وطفا تجيب 20 هذا هاد البنت هادي جايبه 20 بنادم تعرف الصاط حتى حاجه في فيزيك بالرجوله باش نكونوا واقعيين بدون لغه الخشب الصاط واحد النهار وصلني واحد البلان واش تبعيني ان ديك الساده كانت كتصيفط الفرد قبل ما ندوزو لشي بنات ديك البنات كيصيفطوا كتقول لهم صيفطوا لشي وحدين شي دراري الصاط هاني عاشراني الصاط صافي فهمتي قالت لهم الساده ما تقولوش انني عطيتكم الفرد هاني ما بقاش فيه الحال ولكن الساده كانت كدير الفرز الصاط كتعطي الفرد قبل ما ندوزو للدراري وشي بنات صافي كيدخلوا كيجيبوا 20 ديك البنات علاش كتعطيهم الفرد حيت ملي كتم سرست الباب تتم خارج كيبقاو غاديين معاها وصافي لي زاغت كور ديالها الصاط ما فهمتش الصاط ولكن هاني الا خدت فيك الحق الساده واخا نجحنا كنت كتقول لنا الساده والله الا نجحت ولكن حنا نجحنا الساده صافي الصاط الدوره الاولى دازت مزيان في الدوره الاولى شي 14 فهمتيني كنت باغي نجيب اكثر ولكن هاني بيس ماشي مشكل كاملين جبنا نقاط متقاربين 13 قريبا ل 14 13 انا ونبيل وعثمان فهمتيني حنا وداك الجروب ديالنا كنخرجوا كنبقاو غاديين فهمتيني بيس ظريفين حنا والله حتى ظريفين جات الدوره الثانيه نفس البلان كنقراو بنفس الروتين صافي الفروض فهمتيني الساد عافاك اجلينا الفرض رجمو لنا 10 الفروض في نهار واحد الرياضه حتى هي جاتنا فرض فهمتيني الرياضه كان عندنا واحد الصاد ظريف والله حتى ظريف الصاد واحد الصاد الرياضه الصاد كان عندنا ظريف بالرجل يلا العام الاول ديالو وقيله كنا بغيتو كره نعطيكم كره غير جمعوا اللي غيلعب نعطيكم كره فهمتيني كيقول لك شي واحد جمع سكوادك نقد الكروم فهمتيني حتى هذا كيقول لك جمع لي كيب بغي نعطيك الكره بالرجوله صافي صدق العام حنا هما اللي كنا الاباطره ديك القسم فهمتي عارفين داك الشيء اللي داز فهمتيني ماشي كلشي ساقط كنا غير ثلاثه اربعه بينا واقيلا اربعه بينا كنا عارفين الصاد داك الشيء مزيان هكا ديك البنات اللي باغيين يجيبوا 19 في الوطني فهمتيني خصها تاخذ ليكسبيريونس مع عند الناس اللي دوزت تم جايه جالسين حدانا كيتطرح حدانا عافاك شنو كيديركم في الماط كيحطيوكم كتكتو فهمتيني اما داك اللي باغي ينقل كيجي كيسولك حضاوكم كتا داروا لكم المهم صافي الصاد كنا كنعطيوهم معلومات فهمتيني كتجي شي لعبه كتقول لهم انك ستيكس ديك الساد الفيزيكي كتجي شي لعبه ديال السكوت كتهضر علينا حنا سولو نبيل واسامه راه سقطوا هما اللي عارفين فهمتيني وعثمان الصاد الله ينعم الدنيا ما الدوره الثانيه ما عرفتش شحال كاينه فيها جالكم فين واحد البنت سمعتها كتقول غادي يسدوا المدارس كنايا كنسمعوا بها فهمتيني صافي الصاد ما حتى كنسمع في الاخبار غادي يسدوا المدارس ما كايناش القرايه صات شنو هادشي صافي انايا مشيت للدار فهمتيني صافي العز ما نقراوش داري جالسين زايين تنهضروا ما غاديش نقراو صافي فوقاش نلعبوا الماتش فوقاش كدا صات ما كناش حاسين بديك الخطوره ديالكم وكذا فهمتيني ما غاديش تسمعوني شنو قلت حيت قطعت ديك اللي نقولها دابا فهمتيني عاوتاني قطعتها ولكن هانيه ما خصنيش نقولها في الفيديو الدراري المهم ديك المره اللي معروفه صافي الصاد بنادم قال نبدا نبريباري الوطني صافي فهمتيني بنادم بدا يبريباري من ديك الساعات صافي كان كلشي كيسين الاطار المرجعي اللي غادي يشوف الدروس اللي داخلين حيت ما كانش غادي تكمل القرايه حيت بقينا جالسين شي شهر كل مره كيقول لك راك تبدا القرايه ما بداتش كاع القرايه صافي بنادم بقى كيزيني الدروس اللي غادي يشوف اللي غادي يخدم فهمتيني ما بغاش بنادم ما انت ما تبغيش تراجع شي حاجه اللي ما غاديش تحط ساجعه التالي ما تحطلكش بنادم بقى كيزين الاطار المرجعي خرج الاطار المرجعي الصاط بنادم بدا يبريباري كنشوف الصاط انا ديك المرض غادي وكيقتل في بنادم تاني بخير نمشي ندوز انا في الوباء هذا الصاط انا لا ما يمكنش بنادم جالس كيراجع كيقول لي واش كتراجع كنقول له تريح راه ما ندوزوش حنا هذا الوطني حنا هذا الوطني ما غندوزوش كيقول لك القرايه غتبدا الشهر الجاي كيجي الشهر الجاي كيزيد انا واحد الشهر واحد اخر ما صافي انا فقدت الامل في المراجعه كيعكزوك الصاط كنا غادي نلعب زوين فهمتيني كنا غادي نخدموا حاجه بحاجه جا ديك المرضى الصاط وقف كلشي انا بالرجوله مابقيتش كنراجع مشيت عند جداتي جلست مع الصاط كنط تاع الجوج فهمتيني انا واخد راحتي ديال بصح ما عندي لا باك لا والو جالسه كي قلت ما كاين ما يدار الصاط عندي واحد الشين كان سميتها اسامه الرمضي نرجع نخدم فيها شديت الصاط واحد الريكورد ريكورد من واحد اللايف انا ريكورديت ريكورد من واحد اللايف لحتو شت التفاعل شويه طلع ديال فري فاير الدراري لحتو شت التفاعل شويه طلع وليت ريكورديت لايف واحد اخر ماشي لايف كامل
كنريكورديها واحد 10 دقائق شي لقطه زوينه من اللايف، ريك كنريكورديها ما كندير لا مونتاج لا حتى وزه، كنريكوردي 4 فيس 4 كنلوح صات شتهم طلعوا، مسحت ديك 4 فيس 4ات خليت واحد فيه لي في. فاش مشيت للدار فتحت اول فيديو في الشين ديال اسامه رمضي رياكشن الدراري، كنا على رياكشن ديك ساعات على سيبلي ديكشي ديال فري فاير سيبلي سو مص قاعدين صافي تفاعل بان لي شويه، كانت ضرب لي شي 5 كا ولا شي لعبه فرحت بالرجوله تموتيفيت فهمتيني، قلت الشين كانت ميته تفاعل فيها ميز قصات كتكلح شي فيديوهات فيها كيضربوا 100 في وهي الشين كانت فيها 4 كا صافي، انا خبعت لي زابوني وبديت قدام فيها طن 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 ضربت شي 6 كا 7 كا ولا 10 كا وقيله هكا شويت لي زابوني صافي شويت لي زابوني وتميت خدام فيديو ورا فيديو ورا فيديو توصلت لشي 30 كا في ديك الكونفينمون وصلت لشي 30 كا صات ما كان راجع ما والو، واحد الوقيته صات خرج السي امزازي قال لك ها الوقت فين غادي تدوزوا الوطني قالها فهمتيني، جا ديك الوقت وما دوزناش ومازال الوباء قاعد كيقتل في الناس فهمتيني، عاوتاني قال لك تما تاجيل كذا كذا كذا، عاوتاني عطى واحد الوقت واحد اخر، حتى دازت واحد الوقيته عاد عطى واحد الوقت واحد اخر فين غادي ندوزو، الوقت مازال بعيد ديال بصح مازال له شي شهرين ما عقلش شهر ونص ولا فهمتيني، انا صات ديك الساعات ما مسوقش فهمتيني قدام على الشين واحد الوقيته قلت ستوب ستوب صافي فهمتيني، 15 يوم هي اللي قلت المراجعه 15 يوم ما لحت حتى فيديو في الشين غادي كنخدم، كنكي الابيل انا والدراري هو جالس حدايا سعد اش اخاي سعد تبان اش اخا هاد الصوت هذا كيسكن في اكادير الدراري هاد الصوت كيسكن في اكادير كان كيسكن في فاس داكشي شي صاحبي فهمتيني حيت ميمكنش تكون عشيري بزاف واخا دراري كنعرفهم 20 ديال بصح كنتاق فيهم من مدن واحد اخرين ولكن هذا كان عشيري في فاس فهمتيني، ومشى لاكادير الدراري صافي تا هو نفس البلان تا هو كان استدراكيه نفس البلان عنده داكشي اللي وقع عليه وقع له صافي، جا الوقت اللي غادي نبداو نخدمو فيه انا وياه، كنا كل نهار ابل فيديو صافي الصاد كنفيقو من النعاس كنبداو نخدمو، شنو الصاد نخدمو نخدمو الماط الصاد طن 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 كنخدمو وطنيات انا وياه الصاد نروحو شويه تنروحو تنبقاو طاخاقين في ابل كنضحكو في ابل عاوتاني نبداو نخدمو في الليل طق تنبداو تنخدمو طن طن، مكناش تنخدمو كل نهار ولكن فوقاش فوكسينا ديال بصح السيمانه التاليه، السيمانه التاليه كيجيك واحد ستريس الصاد واحد ستريس بزاف صافي كتقول صافي غادي دابا غادي نفوكيسي نحط التركيز ديالي كامل على القرايص على البريباراسي صافي، كل نهار كنفيقو كنديرو نفيقو مع تسعود كنفيقو مع تسعود كنطلقو ابيل طن طن نخدمو اللعيبات كدا 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 فيزيك كدا كدا كدا، هو كان عنده مع فيزيك وانا كان عندي شويه مع المات، هو كان كيعاوني في المات وانا كنت كنعاونو، هو كان كيعاوني في الفيزيك وانا كنت كنعاونو في المات صافي الصاد، خدمنا داكشي بالرجوله مزيان واخا انا بالرجوله ما كنتش خادم الفيزيك مزيان فهمتيني، فيزيك ما بقيتش كنحملو واحد الوقيته طلع عليه في راسي ما عجبنيش صافي، كنخدمو الصباح كتجي العشيه كنبقاو زاهين في ابيل ضاحكين شويه عاوتاني كنبداو نخدمو في الليل نفس البلان صافي الصاد، واحد الخمس ايام التاليه بحال هكا كنا كنخدمو كيجي الليل كيبدا كيسولني فتا كنجيو نعسو الصاد، كيبقى يسولني على العلاقات الفيزيك فهمتيني واش راك حافظ انا الصاد ديك العلاقات كانوا كيتنساو ليها الصاد صافي، المهم مزيان ملي كنا كنديرو ديك البلان كنبداو نراجعو المهم كيبقى لك شي حاجه في راسك، ديك العلاقات اللي ما كانوش كانوا كيتحفظوا لي ديال الفيزيك كيتلفوا لي ولاو كيتحفظوا لي بديك الطريقه شويه ملي كنت كنبقى ندير انا ديك البلان زوين بالرجوله ننصحكم ديروا الا كان عندك شي عشيرك بحال شي ساعات شي ساعات ما كنصدوا ما كايسع كنت كنسين انا ديك البلان عاوتاني نقول لك ناجلو لا الصاد المره ما تاجلتها وزا جا الوقت فهمتيني داك الشيء مزير على ود الوباء وكذا ما نقولش سميتو فهمتي، فين غندوزو في مدرستنا ولكن الاساسي اللي حداونا ماشي اساسي ديالنا اوف كورس صافي صيفطوا لنا الكونفوكاسيون ولا لا في مصر كان كونفوكاسيون في مصر كتدخل كتليشارجيها وكتشي طبعها صافي قدينا المسائل جا الوقت فين ندوزو كلشي غيدوز في مدرستو اغلبيه الناس دوزو في مدارسهم فهمتيني باش ما يوقعش عاوتاني ديك البلان بنادم كان خايف فريمون من الوباء بالرجوله صافي جانا مشينا صات مدرستنا عارفين بلايصنا عارفين المدرسه كيف دايره صافي كتدخل كتقاتسان كتشوف البولدار وري صات كيجيب لك 20000 مليار بوليسي تيحطوا لك زعما صات ديريها ولا الحبس الحبس اخويا صافي دخلنا لقيت راسي فين جيت الدراري جيت في اخر طاوله من جهه الباب فهمتيني البيرو من ليو من هنا الباب جيت انا في اخر طاوله زوين عجبتني ديك البلاصه صات جاي مكواني كان عندنا السنار الاول الفيزيك دي كيف ديما ديت شحال زاد الفيزيك ضروري انا ممكن زعما ضروري ندير الاحتياط باغي ننجح اقوي كنت صدم الصاد كيتحط دابا راه تبدل راه كنتبدل حنايا ملي كنا غندوزو شو راه تقدروا ترجعوا للباك 2020 تشوفوا الصاد كيفاش تحط ديك الوطني تشوفي الفيديوهات ديال شوف تي في وديك اللعيبات راه اصعب اصعب وطني تحط من شحال هادي تحط هو هذاك
فيزيك فيزيك فيه شي حاجه بشكل بشكل صعيب بالروج فيه لي بياج بزاف هسه. شي وحدين شي بنات جايين معايا كيقراو معايا جاو يدوزوا معايا كندير بحال هكا كنلقى بنادم تيبكي. انا ستصوب داكشي اللي عرفت اغلبيه ما عرفتش باش نكونوا متفاهمين. داك الفيزيك تحط مشحر ديال بصح بنادم تنعرفو تيطير انا كيتم خارج كيدوز من حدايا تنطقي كنشوف اخو انا مع جي حدا السرجن في التالي كنشوف بنادم خارج كيبكي صافي. ستصوب داكشي اللي عرفت جبت واحد التريزه كملت بها واحد البلان جبت واحد التريزه واحد اخرى ويتم جاي عندي واحد الساده طق 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 قالت لي يا داكشي اللي عندك درت ليها اخي يا استاذه والله جاتك على الخير ديالك ساليت بهم والله ما قلتلهاش على الهضره ولكن عطاتهم ليا صافي. جات لي عندي الصاطفه بلا عاوتاني عندي شي لعبه قلت لها الصدر ما عنديك ما تقلبيني فهمت عطاك فراس بس قلبيني الساده لا تريح صافي. بقيت انا دابا ما مدوش مزيان الصدر راه صعيب داك الشيء تحط بالروج ولا راه ما جبتش في الفيزيك المعدل. عطيت عطيت الورقه صافي كنت ساليت ماشي ساليت ساليت داك الشيء اللي عرفت حطيت الورقه ومشيت بالعشيه اللونغلي عاوتاني اللونغلي تحطت عاديه فهمتيني اللونغلي عاديه راه ايزي فهمتيني صافي طن 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 واحد اللعيبه كنديرها غلطه وموري واحد الصف حدايا كامل موريه الغلط كيجي ديك الساد راه نص غلط فيها هذيك اللعيبه في الوطني جا واحد الساد بالرجوله بقى هكا كيراجع لي الورقه ديالي لقاني ساليت ويقول لي هذا البلان طن طن صحوا لي شكرا الله يحفظك الساد صحيت وانا نقول له داك سكتو ساد واش نقول لهم راه وريت قال لي قول لهم قلت لهم الدراري كدا كدا صافي ديك البنات وديك الدراري صوبوا البلان يعني والله تان الماتصات انا كنت داخل شويه فاهم المات فهمتيني شكرا ادر دور مصطفى ادر دور الدراري احسن استاذ المات احقك انك تفرف في اللايفات انا وسعدكم كم مقصرين مع شي لايفات شنو سميت ديك زهير شنو دراري الدراري هذا البلان هذا نقول لكم الاساسيد اللي تبعوا معاهم كيطلقوا اللايفات في انستغرام وفيسبوك تبعوا معاهم في المطر الفيزيك الفيزيك بعدا زيرو راتراباج و زكريا الطاوسي ياك زكريا الطاوسي هادو تبعوا معاهم فيزيك هادو الفيزيك المات مصطفى ادردور من مصطفى ادردور الصري داكشي بالخشيبات واحد زائد واحد ونخدم معاك غير بشويه المات ديال الفقراء والله صافي المات دوزت مزيان كنت حدايا واحد البنت في اليسار وحلت في شي لعيبات قلت لها اختي داك 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 قالت لي ها ما كاينه وها ما كاينه صافي خدمت المات مزيان انا يا المات خارج اصلا جبت المات شي 14 فاصله وتا هو تحت صعيب فهمتيني راه جبت ديك النقطه وانا فرحان فهمتيني كتقول لبنادم جبت 14 في المات كيقول لك اه كيداك تي اخويا جبتي راه انت تا خويا ديكي انت كتحط صعيب ديال بصح بنادم خارج كيبكي الامهات كيبكي وسط برا المدرسه ودايرين اضراب ما عرفت شنو بغاو يصنعوا كتجي تشوف تي في تيبداو يهضروا المات صعيب الفيزيك صعيب الاجتماعيات واخا ما تجوزناش هي تحت صعيبه هاني جات الفلسفه واحد البلان طرف الفلسفه هربني الصاد صافي واحد الساد جانا في الفلسفه ظريف تقبطوا تاكلوا ظريف واحد الساد زوين داير كي شي شكلاطه فهمتين ظريف كنت جالس بحال هكا جالس كنقرا ديك العالم ديال الفلسفه نسيت شنو هو جا عندي قال لي شنو خصك ولديك ما جاك هاد الماء سخون نجيب لك الماء بارد قلت لا استاذ زعما والله لا شكرا استاذ انا ما بغيتش استاذ ظريف ديال بصح صافي شتو ظريف انايا يلا بديت كنقرا صافي عرفت المحور واللعيبات جبت واحد التحريزه فيها واحد المقدمه طويله باغي نبدا بها جبتها حطيتها هو مازال كيتسركل شويه جا عندي دلي شاف ديك الورقه ما عرفت كي دار شافها انا حاطها تحت الورقه دلي الا لا هذه ما عندك ما تدوخ كدوخ ولا حف الزبل درتها حسيت يلا كنضريب ود الحرام كي دار انا بقيت ساكت صافي هسه شويه كنشوف واحد البنت جاب دا واحد الورقه الصاد واحد الحراس قدو قداش واحد الحارس جاب دا من تحت منها وقاسها كتنقل كنشوف فيها الصف شاف فيها ما حيد لها والو كيفاش تسريحه سداد كيفاش هادي جايه من لا شويه تم جاي لعندي وانا نبدا نخنزر فيه باش كندير فيه قال لي مالك ولدي قلت ليه الصاد بغيتي نعرف كيفاش انا حيدتي لها التحريزه وهي شي قداش جاب هذيك التحريزه ما حيدتيها لهاش قال لي اسمح لي ولدي ولدي هذاك الشيء يدوخ كيدوخك قلت له الصاد هنينا ما هادشي ديال كيدوخ ديك الورقه راه هي كلشي الصاد كاش كندير له تاني بالضامير عاوتاني غير كيضرب شي دوره ودابا انا كتبت داك الشيء كنت صراحه بالروج ولا كتبت منها شويه داك اللي اصلا داك الشيء اللي نحتاج كنت كتبت منه شويه وشي الاخر حتى هو بالروج ولا نحتاج ولكن ما كتبتوش كنت كنسيني بشي باش نكتبو صافي فوق ما يدوز ندير ليه هاني الساد والله تانيا هادي لي سمح لي ابودي سمح لي الساد مسكين مرتو ديك الحصه درت ليه تاني بالضامير واحد البلان طرا في الفلسفه عنده واحد الساد واحد اخر بالروج ولا عاودوا لي الدري واحد الساد كنراخ في الهوم كنراخ في الهوم واحد الساد مزير في الفلسفه الدراري كيتبداو ينقلوا في الفلسفه فالسيف شكون كيحفظ الفلسفه الله عساكم حفظوا الفلسفه ما نكذبش عليكم الدراري راه زيركم شي ساد راه ما دفعك حتى وزاي الحفاظ واحد البلان طرف واحد القسم كيعاود لي اعتماد الدري صاحبي في القسم ديالهم واحد الساد كان راخف والاخر مزير ديك الساد اللي راخف قال له قال ديك الساد اللي مزير واش قالها له قالها له هكا جا في التالي ديال الحصه ماشي شويه ديك الساعه التاليه قال له الساد واش نخليه هو ما الساد ينقلوه ولا دار ليه والساد خليني ندير خدمتي
اسمح لي ارى ديك الورقه اللي خليتي يدوزها بحال هكا استطو حيد له عرفتي استط كتحط راه سديح طرازه في واحد الموقف خايب ولكن هاني بالرجوله والله ثاني صافي دوزنا الفلسفه راه دي اس في تي دوزنا الاس في تي دوز مزيان صافي دوز مزيان خارج ما نقولكش عارف راسي ناجح والضروري كيبقى عندك شويه الشك صافي دازت لوقيته بقيت انا كنلعب فري فاير احسن لعبه في العالم كيف ديما خالقه مع الدراري تا خرجوا لي كيزيلتا وكيت راسي ناجح جبت نقطه ما خايبات زوينه ما بيهاش فهمتيني بيس عادي والله بلا ما نقول لكم النقطه الدراري الصات حيت شي وحدين الصات كذبوا عليا انا عارف شحال جابوا ولكن هما كذبوا عليا شنو كذبت عليهم سو والله لا عرفتي شحال جبت يلا شي وحدين في ريال لايف الدراري زعما ماشي في اليوتيوب اما نتوما عشراني فهمتيني اجي بريفي نقول لك شحال جبت انا والله ثاني كانت هذه الصوره الدراري نتمنى تستافدوا حيت بالرجوله شي حوايج هنا راكم تقدروا تعرفوا شي حوايج نقول لكم ما تعرفوهمش شادي تدخلوا هاد القهوه نتمنى تكون استفدتي ولا ما كنتيش داير سبسكرايب راه نضطر شدين ديما دير سبسكرايب ودير لايك باش ندير لكم ستوري جديده الدراري شي ستوري عاوتاني هربانه دير واحد اللايك وخلينا نوصلوا للشين ل 100 كرا يلا دابا قريبه ال 50 كا وكان معكم الرام ديكس بوكس صافي